يا الله يا الله يا الله يا الله، زعلان مني حشك اني اقول لك ليه، بس ليه يا حبيبي ليه؟ ده انا عمري ما حد شاف طرف ديلي. يا الله وقعدت على عيالي، قعدت على عيالي، يا الله قعدت عليهم فرد، ما بفوتش فرد من فروده. بيتك يا رب وحجي، رحت للنبي عليه الصلاة والسلام ودعيت له، والله دعيت له ما دعيت عليهم. اخد طر مين من مين؟ اخد طر ولدي اللي قتل ولدي، والله طر ولدي اللي قتل اخوه. يا الله اعمل ايه؟ الواد اتجنن وانا اتجننت، انا مش قادره نفوق اخي. طب لو اتكلم، لو خاطرف، لو قال حاجه قدام مرته هتفضحني، وبرضه هياخدوه. يا الله برضه هياخدوه يموتوه. ولدي هيموت، ما يموت ولا راح يا ست الناس، يبقى ما سود، لازم يموت، لازم يموت، والسر يموت معاه، السر يموت معاه. يا ريتني مت انا قبل ما اشوف اليوم ده، حبيبي لازم يموت، لازم يموت، والسر يموت معاه. مين هو ده اللي عاوزه تموتيه يا ولي؟ يا الله يا الله يا الله يا ولي، يا الله يا الله. يا ولي اتدبيتي انت كمان؟ ما تنطقي جبار، الحقني يا اخوي الحقني. مسعود، مسعود قال لي انه قتل اخوه بلال. قال لي ايوه. لا هو بيخترف، عقله خف وبتهيأله حاجات ما حصلتش. لا لا لا، انا كمان قلت له كده، بس هو حلف لي وقال لي اني قتله عشان الارض. فاكر فاكر لما قلت لك بلاش حكايه الارض يا عبد الجبار؟ لكن انت لا، صوتك من دماغك وعملت اللي انت عاوزه منك لله يا عبد الجبار. ايه يا ولي؟ انت هتحمليني ذنوب الدنيا كلها؟ لو كان ولدك صح اللي بيقوله ده، يبقى من قلبه الاسود اللي زي قلبك صوان، مفيش حاجه بتلينه. انا بتقول لك دي عبد الجبار؟ ايوه. حساش بنفسك اياك؟ لو عاوزه تعرفي سالي اولادك هيقولوا لك. يا ضياع عمرك يا سكينه، يا ضياع عمرك يا سكينه، مع ناس ما تستهلكيش. انت اللي ما تستهليش النعمه اللي ربنا ادهالك عشان تزالها. لو كان ولدك صح اللي قالوا ده، يبقى بسببك بعندك وقسوتك وربايتك اللي زي القطران، وتبقى نظره صح لما وقفت في وشينا كلنا قالت انه هو اللي قتل جوزها. انا ما فاكراش غير حاجه واحده بس، ان انت اللي فرقت بين الاخوات وبعضهم. منك لله، منك لله يا مفتري، يا ما قلت لك وما سمعتش كلامي. منك يا ولي. ترى ايه؟ ايه هتقتلني يا عبد الجبار بعد ده كله؟ وادفنك في الحياه. ايوه اقتلني، يا ريتني اموت وارتاح، ارتاح منك ومن جبروتك ومن عيالك. وانا دي ايه في اللي انت قتلتهم قبلك ده؟ اسمعيني زين، لو ولدك عاد الحكايه دي، قسما بالله لاقتله بيدي. سامعه؟ سامعه. يا الله. اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.